بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن رفع الله الجبل فوق رؤوس العبيد وهددهم موسى أنهم إذا لم يرضوا بما أمرهم به فسوف يقع عليهم الجبل، استسلم العبيد لأمر الله وسجدوا رغما عنهم خوفا من وقوع الجبل عليهم. وهكذا رأينا كيف أنهم لا يرضون بشيء إلا بالقوة والتهديد. وقد يجول برأس أحدكم فكرة أنهم مرغمون على هذا. نعم إنهم مرغمون، لأنهم لا يعرفون الصواب من الخطأ، وكان هذا الحادث خيرا لهم، لكنهم لا يحبون الخير. ماذا حدث؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ هيا معنا، إن موسى عند الشاطئ ويريدنا في أمر. ألا يمل موسى أبدا؟ ماذا يريد هذه المرة؟ لا تسأل كثيرا، وهيا معنا. وبعد أن اجتمع العبيد أخبرهم موسى بما يريد. أمر موسى علماء بني إسرائيل وخيارهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، ثم أخبرهم أنه سيختار منهم 70 رجلا لكي يخرجوا معه لملاقاة ربهم الذي أمره بهذا. ولماذا يا موسى ستأخذ 70 رجلا معك؟ لقد ذهبت المرة السابقة بمفردك، فما الفائدة من ذهابهم معك؟ ويخبرهم موسى أن هؤلاء 70 رجلا سوف يدعون الله أن يتوب عليهم جميعا مما فعلوه سابقا. وهل يجوز أن نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى؟ هل يجوز أن نحمل أوزارنا وأوزار العبيد؟ فليستغفر الله كل منا بلسانه، ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد؟ يا لكم من مجادلين. ويجيب موسى أن العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين يحملون العلم بعدهم، وهم المسؤولون الأوائل عما حدث في واقعة العجل، ولأنهم عبدوا العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الأكبر. لقد فتنا جميعا يا موسى، ولقد عفا عنا ربك وأنت رأيت هذا. ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا، وبدأ في اختيار 70 رجلا وسط صمت العبيد جميعا. وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على أسنانه بغيظ. يا لحظي المشؤوم! أف لك يا موسى! لماذا أنا بالذات دونا عن كل العبيد؟ واختار موسى 70 رجلا وخطب فيهم قائلا:
لقد اختارهم الله للذهاب معه، وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله، ولكنهم لم يحبوا لقاء الله، ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه. هل ننتظر إلى أن يعود موسى؟ أم نتزوج قبل أن يذهب هو والرجال؟ كما تريد، ولكنني تحدثت مع أختي ووجدنا أنه من الأفضل أن ننتظر إلى أن يعود موسى. كما تريدان، فلنؤجل الزواج قليلا ولنتزوج بعد أن يعود موسى، كما تريدان. لا تنسي شيئاً. هل أضع لك طعاماً؟ لن يأخذ أحد طعاماً، سوف نصوم في هذه الرحلة كي نتطهر. يا ويلاتي، وهل ستقدر على الصوم طوال هذه الرحلة؟ فلتسألي موسى عن هذا الأمر، ما لي أنا وهذه الرحلة؟ فليذهب العبيد جميعاً للجحيم. يا ليتني كنت مع السبعين رجلاً الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه لميقات ربه. يا ليتني كنت معهم أنا كذلك. يا لهم من محظوظين، سيذهبون مع موسى لملاقات الله. ما أحلاها ملاقاة، لقد كنت أنصت إلى موسى جيداً حينما كان يختار رجال، وكلما اختار رجلا أقول لنفسي أنا الذي بعده، وراودني الأمل حتى 69، ولكنه اختار 70 وذهب الأمل مني. الحمد لله على كل شيء، إن مشيئة الله كلها خير. إن يدعو الله أن تكون رحلة موفقة ويعود الجميع بسلام. إن شاء الله سيعود الكل بسلام. لماذا اختار موسى 70 رجلاً يا تورا؟ ألم تسمع حينها؟ لقد قال إنهم سيذهبون معه لملاقات ربه. وهل تصدق ما يقول؟ يا لك من ساذج. وهل وراء الرحلة شيء آخر؟ نعم، إن هؤلاء 70 رجلاً لديهم من الأسرار الكثير، ويريد موسى أن يخرج بهم من وسطنا ويلقي بهم في الصحراء ويدفن معهم الأسرار. هل ما تقوله صحيح؟ صدقني، سيعود موسى إلينا بمفرده بعد أن يخرج بهم، ويقول إنهم ضلوا الطريق معه. هل سمعت بما يدور وسط العبيد الآن بخصوص 70 رجلا؟ نعم سمعت. وما رأيك؟ هراء، كله هراء وحديث ليس بصحيح. إن موسى لا يكذب،
ويقول ما يأمره الله به ولا يزيد عنه شيئا. ولكن لماذا سيأخذ هؤلاء الرجال لكي يتوبوا إلى الله مما فعلوه مع باقي العبيد؟ ألا يستطيعون التوبة من مكانهم؟ أليس الله معنا في كل مكان كما يقول موسى؟ بلى، معنا في كل وقت وحين، ولكن في الأمر شيء آخر لا نستطيع نحن العبيد أن نفهمه. إذا فهناك سر لا تفهمينه. نعم، هناك سر، ولكنه خير. أحمد الله أنني لم أكن من بين 70 رجلا. وهل أنت من علماء بني إسرائيل؟ وأحمد الله كذلك أنني لست بعالم. إنك لست عالما بأي شيء. السلام عليك يا هارون. ويرد هارون: وعليك السلام. إنني من ضمن العلماء الذين اختارهم موسى للذهاب معه، ولكنني كما ترى مريض، ولن أستطيع أن أذهب معه. فهل تخبره أن يختار أحدا غيري؟ ويخبره هارون أن في هذا الأمر خيرا له، وأنه كان يتمنى أن يكون معه. إذن فلتذهب بدلا مني، ولتخبر موسى بأنني رجل مريض. ولكن هارون يخبره أنه لا يجوز أن يذهب أحد بدلا من أحد، وأن هذا أمر الله وليس لأمر الله من واق. هل نحن عبيد عندكم؟ ألم نتحرر من العبودية؟ لقد أرغمنا موسى على السجود لربه بعد أن نطق فوقنا الجبل، وها هو يأمرنا الآن أن نذهب معه رغما عنا. لن نسامحكما يا هارون أنت وموسى على ما تفعلانه بنا، لن نسامحكما. وها هو موسى ينتظر 70 رجلا كي يبدأ الرحلة بهم. انتبه لحالك يا زوجي، ولتسترح في الطريق، وإن تعبت لا تقبل الصيام وأفطر، لا تقف في الشمس، ولتبحث عن الظل. انتبه لحالك يا زوجي العزيز، سأنتظر عودتك وسأظل أبكي إلى أن تعود. استحقتنا السلامة يا زوجي. Thank you.
وجاء السبعون رجلا إلى موسى، ثم قال لهم موسى بعد أن رآهم أمامه: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا تطهروا طهروا ثيابكم.